متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن القميص الأساسي الذي سيرتديه فريقه الأول لكرة القدم في الموسم المقبل. وفي مفارقة غريبة، غاب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن الصورة الرسمية الترويجية للقميص الجديد، حيث استعان النادي بدلا منه بالثلاثي دييغو كوستا وساول نيغيز ولوكاس هرنانديز. ويأتي ذلك ليشعل المزيد من التكهنات حول مستقبل غريزمان مع أتلتيكو، بعد أن ارتبط صاحب 27 عاما بقوة في الآونة الأخيرة بالانتقال للمنافس المحلي برشلونة هذا الصيف. فكان غريزمان قد قال أنه سيحسم مستقبله قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا، ويبدو أن إدارة الأتلتي غير واثقة في استمرار اللاعب مع فريق المدرب دييغو سيميوني، وهو ما دفع روخي بلانكوس لاستبعاده من حملة الترويج للقميص الجديد لأبطال اليوروبا ليج. كشفت تقارير صحفية عن أن أحد أبرز مهاجمي فريق يوفنتوس الإيطالي قد تراجع عن فكرة مغادرة البيانكونيري هذا الصيف، وكانت تقارير قد ربطت ماريو مانزوكيتش بالرحيل عن اليوفي، حيث أشار البعض إلى أنه لم يعد يريد اللعب على الجناح الأيسر. ومع ذلك، ووفقا لصحيفة توتو سبورت، فإن الكرواتي قد غير رأيه ويريد الآن البقاء مع أبطال إيطاليا، وذلك بعد أن تأكد له أن المدير الفني ماسيميليانو أليغري سيستمر في قيادة عملاق تورينو. وكان أليغري هو من دفع إدارة يوفنتوس للتعاقد مع مانزوكيتش من أتلتيكو مدريد الإسباني، وسينتهي العقد الحالي للاعب صاحب 32 عاما مع نادي السيدة العجوز في عام 2020. اقتربت إدارة نادي برشلونة الإسباني من حل مشكلة كبيرة كان بطلها أحد النجوم الأساسيين في تشكيلة الفريق الكتالوني. وكانت تقارير قد كشفت مؤخرا عن أن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس قد طلب تحسين شروط عقده وزيادة راتبه، بينما قيل إن إدارة البارسا أكدوا له أن الوقت غير مناسب الآن، خاصة أن نية الإدارة هي تقليل فاتورة الأجور. ومع ذلك، يبدو أن إدارة برشلونة أدركت أيضا أن بوسكيتس لاعب أساسي، وأن هناك وعدا سابقا للاعب بتحسين عقده. ووفقا لراديو كاتالونيا، فإنه قد تم بالفعل الاتفاق على التحسين في شروط عقد بوسكيتس، فيما كان الرئيس جوزيب ماريا بارتيميو هو شخصيا من تفاوض مع اللاعب وممثليه، حيث أكد لبوسكيتس أنه لاعب رئيسي في الفريق ولا يمكن للبلوغرانا الاستغناء عنه. صدمت إليانا غيريسيو زوجة حارس منتخب الأرجنتين جماهير التانغو باتهامها لاتحاد الكرة في البلد اللاتيني بالكذب حول إصابة حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا. وأكدت إليانا غيريسيو أن إصابة زوجها هي في الغضروف ولا يوجد كسر كما قال الاتحاد الأرجنتيني. وقالت زوجة روميرو عبر حسابها على تويتر أن زوجها سيتعافى كليا قبل انطلاق كأس العالم بحسب ما أكد لها الأطباء، وستستغرق فترة التعافي ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع كحد أقصى. يذكر أن الاتحاد الأرجنتيني أعلن استبعاد روميرو من قائمة الأرجنتين المستدعاة لكأس العالم بسبب الإصابة واستدعاء حارس نادي تيغريس المكسيكي ناويل غوزمان. أكد لاعب الوسط الإسباني المخضرم أندريس إنييستا أثناء تقديمه رسميا كلاعب جديد في فيصل كوب الياباني أنه اختار هذا النادي لأنه يقدم مشروعا يعجبه كثيرا ولأن اليابان بلد مدهش. وأثناء تقديم اللاعب صاحب 34 عاما في فعالية أقيمت بالعاصمة طوكيو أمام ترقب شديد وحضور ما يقرب من 350 صحفي، قال إنييستا إنه متحمس كثيرا لمشروع ناديه الجديد، مبرزا أن انتقاله لفريق البلد الآسيوي يمثل تحدي خاص للغاية. ووجه الدولي الإسباني الشكر لفيصل كوبي على ثقته وإيمانه الكامل به كلاعب وكشخص من أجل المساعدة في تطوير الفريق، مبرزا احترامه لليابان التي يعشق ثقافتها وشعبها. ومن المقرر أن يجري تقديم الرسام في استاد ناديه الجديد السبت، وسيقدم إنييستا الذي شارك الأحد الماضي في آخر مباراة بقميص برشلونة إلى ناديه الجديد بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا في مونديال روسيا.
كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ عن رفض إدارة نادي اتحاد جدة التعاقد مع المدرب الفرنسي أرسن فينجر لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وقال تركي آل الشيخ: هيئة الرياضة قدمت أسماء العديد من المدربين المميزين لإدارة الاتحاد، من بينها اسم المدرب المخضرم فينجر، قبل الاستقرار على الاستعانة بخدمات رامون دياز. وعقب رئيس الهيئة العامة عن رغبة أهل جدة في التعاقد مع دياز في وقت سابق قائلا: تعاقد أهلي مع دياز كان أمرا مرفوضا بسبب احتقان الأجواء آنذاك، بالإضافة إلى وجود ميثاق الشرف الذي ألغي أخيرا بطلب من رئيس أندية دوري النجوم. واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته موجها رسالة لأنصار فريق الهلال: جمهور الهلال هو نفسه من رفض عودة دياز، ليس لي علاقة بمسألة رحيله أو عودته، وهو ما قلته مرارا وتكرارا. ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن بيرنارد لينو حارس مرمى فريق بايرن ليفركوزن رفض عرضا من إدارة نادي نابولي للانتقال إلى فريق الجنوب الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الدولي الألماني سيترك جدران ملعب باي أرينا هذا الصيف، خاصة بعد نجاح إدارة ناديه في ضم لوكاس هارديكي من أينتراخت فرانكفورت. وأكدت الصحيفة أن حارس منتخب ألمانيا رفض بالفعل عرضا للانتقال إلى نابولي، وهو ما يجعل الصراع على الظفر بتوقيعه ينحصر بين أرسنال وأتلتيكو مدريد. وارتبط اسم الحارس الألماني بالانتقال لعدة أندية على مدار العام الأخير، من بينهم أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى أرسنال الذي بقي أكثر الأسماء ارتباطا بضم الحارس. يذكر أن عقد لينو مع ليفركوزن يحتوي على شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو. عزيزي متابع قناة عرب جول، هل غياب غريزمان عن صورة الإعلان عن قميص أتلتيكو تؤكد خروجه من النادي؟ شاركنا برأيك.